السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج میں ایک بہت ہی شاندار اور کامیاب وظیفہ لایا ہوں۔ دن کے کسی بھی وقت یہ دعا آپ پڑھیں، اتنا رزق آئے گا کہ قسمت کے تالے کھل جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اس لیے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ آئیے دعا شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک مؤدبانہ گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ روز آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ محترم سامعین، اس دعا کو پڑھنے سے رب راضی ہوتا ہے۔ اگر آپ پڑھنا نہیں جانتے تو بے شک آپ ہمارے چینل سے جڑے رہیں اور اس پر آپ آسانی کے ساتھ میری آواز میں اس دعا کو سماعت کریں۔ جتنی فضیلت پڑھنے کی ہے اتنی ہی فضیلت سننے کی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان رب العالمین، سبحان الجبار المتکبر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، سبحان اللہ وبحمده، سبحان اللہ العظیم، سبحانه وتبارك الله رب العرش الكريم، سبحان الملك القدوس، سبحان الله رب العرش العظيم، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، يا وهاب هب لي من نعمة الدنيا والآخرة إنك أنت الوهاب، الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز، يا حي يا قيوم يا حي لا يموت، يا حي لا إله إلا أنت، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. يا الله يا رحمن يا رحيم، دل مراك مستقيم، بحق إياك نعبد وإياك نستعين، رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن،
القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم آمنت بالله صدق الله العظيم.